أما ما سئل عنه من أن السر في حذف ياء النداء قبل الدعاء في القرآن ربي أرني أنظر إليك وما شابه ذلك، وهي محذوفة في جميع أدعية القرآن كما ذكر، والسر أن ياء النداء تستعمل لنداء البعيد، والله تعالى أقرب لعباده من حبل الوريد، فكان مقتضى البلاغة أن تحذف. هذا كلام به نظر، لأنه جاء في القرآن الكريم ذكر ياء في الدعاء، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.